اوكي حلوين. اوبا اما جيجا يا صديق. السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد من مراحل المشتركين الجزء الثامن. قبل ان نبدا شباب لا تنسون الاشتراك في القناه، ضغط زر لايك، نشر الفيديو، نتمنى منكم يا شباب الدعم، نبي قبل العيد نوصل 10,000 مشترك. انتم قدها ان شاء الله ونقدر نسويها. ما راح اطول في المقدمه، خلونا نبدا. طيب شباب، عندنا هذه المرحله من اخونا مستر تروبيدوسيس، ما ادري انا نطقت الاسم صح ولا لا، انا عموما بسميه تروبي. اعطاني هذه المرحله، كاتب لي اتحداك. المرحلة لعبوها 10129، فازوا فيها 73-1. بسم الله على بركة الله، الله يستر الحين من المراحل دي الصعبة. ايوه ما في شيء هنا. شوف الحيوان. يعني ممكن شوف كيف. حلو اوكي، وش في هنا؟ يا سلام حلوين. اوكي الله ما ادري على ما كذا خشيت. يا ويلي والله صعبه. اوكي تكفى. يا الله والله اني ما انتبهت. ابا بابا ايوه. طيب وبعدين وش استفدنا؟ تعال. الوه الوه. اما طلع ذا فوق اوف. طيب كيف؟ اوف عند خشم ماريو. اه اوكي حلوين. ايش دقيقة؟ حسبي الله على ابليسك. اوكي نحاش. سلام. طيب. اوكي. والله انها مشت معي كذا بالحظ. يلا. طيب وش اسوي؟ طيب حلو خشينا هنا. يا رب تشيك بوينت. الله 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 وش ذا؟ كيف؟ ما في شيء هنا. يا شيخ ابلع. اوكي. تعال. يا حيوان. تعال. يا اخوي من اول امشي عندها ولا مت. طيب تمام. شوف التبن. ابعد. اوكي. خلني زابن فوق الين هذا الحيوان ذا. تعال. اوكي الحين دور وخذ راحتك، بفقع وجهك ان شاء الله بس ما اخسر الفطر. والله اني خسرته. طيب معلش معلش. يلا عوافي. حلو تشيك بوينت. تمام. معلش 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 معلش. اوكي طيب يا اخي عادي. شيخ مرحلة تجيب الهم. اوكي حلوين.
تشوفون هذا اللي أنا خايف منه. نح كراسي. هذا اللي أنا خايف منه يجيك هذا الباب يا طويل العمر. توفى توفى. يلا توفى يا حيوان. أوكي. حلو. يس. يا رب يا رب تشيك بوينت. أوكي نجمة. اصبر اصبر خلينا نجمة. طيب. ها. ايوه فهمت فهمت. اوكي. وبعدين يا اخي كيف. اوكي اوكي اول مرة. الله يخليك. يوه حلو والله. حلوة. تكفى الله يرحم والديك. اوكي. طيب طيب وبعدين. الله يكفينا الشر. اوف. لا من اول. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينعاد. حلو. حلو كويس. اوكي شوف هذا كيف. تمام. تمام اوكي اخذنا المفتاح. بعدين اوكي حلو. الله 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 الله. والله ذا يا ولد ما يرحم. لا اوكي وصلنا لهذا المكان الغثيث. شوف كيف. تمام حلوين. اوكي. أرجوك أرجوك تكفى. أقول شيخ بالله يطير. ما راح ألعب ذي المرحلة يا شيخ. قسم بالله أني قعدت فيها وقت طويل. روح اللي بعدها. طيب حبايبنا رجعنا لكم المرحلة الثانية من أخونا لينزي 9889. أعطاني هذه المرحلة. كتب لي حلوة وبسيطة المرحلة يا شيخ. المرحلة الأولى ذيك جابت لي جلطة. وهذه شكله بعد جيب جلطة لعبها 14000 فازوا فيها حتى 300. العالم في الفيديو ناوين علي شر. أخذنا مفتاح وبعدين. طيب. تمام. إلى الحين الأمور تمام. أوكي. أوكي. اوكي يا سلام. حلو. طيب يلا هوبا.
اوكي. طيب اوه لازم الحق عليه. سويت انا والله نسيت المدفع ذا. حلو يا سلام، يا رب تشيك بوينت تكفى يا اخي، قسم بالله انك ملك يا اخي. بس هذه المرحلة احس انها ما هي بغريبة والله. اوكي يلا يلا، ما عليه، في تشيك بوينت. اوكي استنى. حلو حلوين. اوكي تكفى. اوكي حلو يا سلام عليك، سلام عليك يا رب تشيك بوينت يا حبيب قلبي، وقسم بالله انك وحش. طيب اوكي برضو. ايوه حلو حلوين. اوكي تكفى. اوكي يا اخوي، مو بهذا المفروض الكلب يروح هناك. تمام تمام يا لطيف، لازم اجي هنا. اوكي يس، يا رب فوز يا رب فوز، والله كبير. هاي سجل فوز جلد يا حبيبي، نروح اللي بعده. طيب حبايبنا، عند هذا مرحلة من اخونا عزوز 2006 او عزيزو، معليش كاتب جرب هذه المرحلة وبعدها راح تصير عدوي اللدود، اخذت من صانع المرحلة يومين عشان يحملها. هذا لعبته بفيديو سابق فما راح العبها، نشوف مرحلة ثانية. طيب شباب، عندنا هذه المرحلة من اختنا شوق للحياة بعد الموت، اعطتني هذه المرحلة كاتبة مرحلة خفيفة بس صعبة وقصيرة، اتمنى تجربها بس مو بان اللي سويتها. لعبوها 2844 فازوا فيها 10. خلونا نقول بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. حلو، هذه فيها مدافع. طيب اوكي اوكي طيب كيف كذا يا حبيب يا صديق؟ اوكي وبعدين
كيف كذا؟ طيب يا أخوي 3 حبات هذه. تمام. طيب أنا بجرب كذا. لحظة. ما تجي. طيب والله ما تجي ذي. والله صراحة صعبة يا أختنا شوق، يعني المرحلة جلد، فمرة أعتذر منك. طب أخواننا هذه المرحلة من أخونا تصاميم، استمر المبدع، مقاطعك خرافية، تسلم حبيبي. جرب هذه المرحلة، طبعا مو أنا مسويها بس شفتها وعجبتني. سجلت الكود ما طلع صحيح للأسف. إذا عندك الكود تقدر ترسله لي على الانستغرام أو على التويتر على الخاص، تدخل ترسله لي وابشر راح العبها لك ونروح اللي بعدها. طيب يا حبايبنا، عندنا هذه المرحله من اخونا داونلود، اعطاني هذه المرحله كاتب هذه مو مرحلتي ولكن العبها ارجوك. لعبوها 655 وفازوا فيها 5. واضح ان المرحله جلد. نجلد. مهند اللي سواها. اوه والله صعبة. والله ناويني اليوم العيال شيخ جلديني جلد. ناويني سيئة اليوم جلد. ما فيه يعطوني مراحل صعبة كلهم. اوكي حلو، هذه عديناها. اوكي طيب تمام. اوح والله على بالي انها بتضرب وبتكمل. شفت كيف تجي كذا؟ طيب يقول لي ادخل هنا. شوف ايش فيه. هذا اللي ما ادانيها. والله اني على عماها مشيت، لكن حلو. طب في شيء هنا؟ حلو، في تشيك بوينت. افا الله ما مداني يا رجل، اهدى. ما عليه لقينا تشيك بوينت. اوكي. اما جيجا يا صديق رجعوني، عطني طاقية صديق. حلوين. اوكي معلش. يا زفت تمشي كويس. طيب اصبر اصبر. ارجوك ارجع. بتقولوا لي اخذ معي واحد هنا عشان يكسر اللي فوق؟ والله اني حاس كاين لكم.
يا رب هذاك يكون فيه فوق، أرجوك أرجوك أرجوك. حلو، حلوين حلوين، يا سلام يا أخوي من أول. الله يستر، وش جاب ذولي؟ ما عليه. أخي دائما أنسى هذا، دايم. أرجوك 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 يا حيوان، أقسم بالله أنك حيوان. يلا يلا يلا، إن شاء الله إن شاء الله الحين بإذن الله أني أجلدهم. أوكي حلوين، تمام. أوبا يا أخي، هذا الزفت هذا يا أخي. لا انتبهت للحيوان ذا ولا انتبهت للنار حق الحيوان الثاني. يا أخي والله من الربشة. أرجوك والله يا عيال، قاعد اتصارع انا مع هذا الزفت. باوزر باوزر يكفي يا اخي، موت يا حيوان. والله واجد ذا، خلاص خلاص. اللهم اني صائم، خلاص يعني بليسك عديت المية الثانية وانا صارع معاك. خلاص اخيرا اخيرا يا حيوان، والله ما بغينا. اصل شيخ انا والله تعبت، خليني افوز. والله طولت في هذه المرحله كثير، 41 دقيقه وانا قاعد احوس فيها. احبايبنا عندنا هذه المرحله من اخونا ذا كيلر، اعطاني مرحله كاتب مرحله حلوه بس ما تقدر عليها. والله لعبوها كثير، فوق ال 500 وعليها، وفازوا فيها 100 وعليها، 500 الف اقصد، فازوا فيها 100 وعليها. خل نشوف. بسم الله، اوكي الى هنا حلوين. دوس درع ما عليك. طيب ايش ذا؟ حلوين. طيب هذه سهله، اوكي اوكي حلوين. حلو نحاش يا اخي، حتى تشيك بوينت ما فيها، معقولة؟ نحاش. يما 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 يما، والله وراي وراي. حلو 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 حلو. من أول مرة خلصت يا حبيبي. كيف ما أقدر عليها؟ تستهين بقدرات يا كيلر. أفا جلدناهم يا شيخ وفزنا في المرحلة. طيب حبايبنا عندنا هذه المرحلة من أخونا مهدي، أعطاني الكود يبيني ألعبها، بس أنا قد لعبت فيها وفزت في المرحلة، فتقدر تشيك عليه بالفيديوهات السابقة لعبناها يا الذيب. إذا عندك مرحلة ثانية ارسلها وروح للي بعدها. حبايبنا عندنا هذه المرحلة برضو من أخونا أحمد نبيل، أعطاني هذه المرحلة، قال لي هذه المرحلة تحتاج إلى تركيز. لعبوها 653 وفازوا فيها بحدود 300 وشيء. كل هذه المرحلة يحتاج لها تركيز. هذا الفوز. حيو أنا. شف 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 شف. اوكي
اوكي. لا والله مو اوكي. شوف والله اللي صمم هذا حيوان. اهدى اهدى اهدى. يا اخي قبل شوي ضبطتها. يا اخي لا اهدأ. بعدين أرجوك. يس فزنا فيها. فوز. واللي بعدها عندنا هذه مرحلة من أخونا كرار، أعطاني مرحلة قال يلعب هالمرحلة إن شاء الله تعجبك اشكرني من وراء هالمرحلة. فالمرحلة لعبوها 53,400 وفازوا فيها 49,000، يعني أغلب اللي لعبوها فازوا فيها. غريبة هذه المرحلة، ما شوف ما عندنا مشكلة. اوكي ايوه. فيها موسيقى و يعني طيب. وبعدين والله مشوار. طيب اوكي. وبعدين برضو يلا دوس. والله اللي صممها فنان. حلو الموسيقى. لو حتى شوف الأزدي اللي تحت، والله هني صراحة تصميم كذا رايق. حلوة المرحلة. يعطيك العافية كرار على المرحلة ونروح اللي بعدها. طيب عندنا مرحلة من اخونا او جي، اعطاني الكود بس للاسف طلعت المرحلة او الكود نفسها غلط. يا ليت اذا ما عليك امر ترسله لي على التويتر او على الانستغرام وابشر راح العبها لك. طيب حبايبنا عندنا هذه المرحلة من اخونا عمر، اعطاني مرحلة كاتب السلام عليكم. عليكم السلام. أتمنى تلعب هذه المرحلة، ملاحظة المرحلة تجيب السكري وترفع الضغط. والله لعبوها 1,600,000 وفازوا فيها 182,000. شوف ايش في هذه المرحلة. اوكي الله الله الله. لا ما نطيت زين. يلا يلا معلش معلش معلش. اوكي تمام تمام تمام. يا رجل ايش هالمرحلة؟ ارجوك تشيك بوينت. تكفى كفو عليك. الله يخارجنا. ما عليه ما عليه ما عليه، اخذنا تشيك بوينت كويس. والنجمة يا رجل والله العظيم انها تجيب الدوخة. حلو والله. اوكي فزنا فيها. وين السكري؟ بالعكس والله انها حلوه المرحله. يعطيك العافيه يا اخوي عمر، خلصنا المرحله يا وحش. طيب حبايبنا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ضغط زر اللايك ونشر الفيديو،
نبغى يا شباب نوصل قبل العيد 10,000 مشترك. أتمنى أن نوصل لهذا الرقم، والله إذا وصلنا راح أكون أسعد شخص صراحة. يعني دعمكم لي بإذن الله راح يوصلنا لهذا الرقم. وأي أحد من الشباب أرسل لي مرحلة ولا قدرت ألعبها فأنا أعتذر والله منك. إن شاء الله أني راح ألعبها بالفيديو الجاي أو اللي بعده، لأن والله وصلتني مراحل كثير ولاني قادر ألحق. لكن أنا أوعدكم بإذن واحد أحد أني راح ألعب جميع المراحل اللي وصلتني، لأني صراحة أنا ألعبها بالدور. يعني مثلا تجيني مراحل حسب الدور، يعني مثلا أمس وصلتني 3 مراحل، اليوم 4، بكرة 2، فألعبها بالترتيب حسب ما وصلني بالأقدمية أو الأقدم، من الأقدم للأجدد. عاد ما لي الشرح أبو كلب، بس أتمنى أنكم فهمتوني. ما أبي أطول عليكم، أقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. سلام.